النادي الاهلي ونرجع مره اخرى. ده التحرك طبعا للاعيبه النادي الاهلي، او قبل التحرك مباشره ان شاء الله للمباراه. وانا دايما احب ابص على الصوره دي، انا ببص على وجوه اللعيبه، هتلاقي دايما وجوه اللعيبه في تركيز، يمكن في بعض الاحيان بيبقى تركيز وتحس ان في قلق شويه. يعني احنا كلاعيبه كوره بنتبسط لما نشوف الوضع كده، بنحس ان التركيز عالي، شايفين حته حتى لو في ابتسامه خفيفه، ابتسامه بسيطه، انما الكل مركز في البطوله، الكل باين على وشه الاصرار والعزيمه، وان شاء الله باذن الله يبقى الكاس من نصيب النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين لعيبه النادي الاهلي في طريقها للاتوبيس اللي هيقودهم الى ملعب المباراه في مدينه الطائف السعوديه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق ونتعرف منه على اخر الاجواء. اتفضل يا محمد. من جديد برحب بيك كابتن ايمن، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وحاله اكثر من رائعه عاملها جماهير النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد من مدينه الطائف. يمكن كل الجمهور جاي من جميع المدن السعوديه، ولكن ان شاء الله النهارده الاحتفال يكون عقب المباراه تماما ببطوله تاسعه غاليه جدا في بدايه موسم، ان شاء الله يكون مليء بالبطولات للنادي الاهلي. يمكن خلاص لحظات قليله وهنتحرك خلاص على ملعب المباراه، ملعب الملك فهد هنا بالطائف. كان اجواء اكثر من رائعه هنا للسعاده على قدم وساق. خلاص مستر مارسيل كولر اتكلم مع اللاعبين في اخر النقاط، اهم الحاجات اللي هينفذها ان شاء الله في المباراه، ان شاء الله يكون موفق واللعيبه تنفذ، وباذن الله يكون الفوز والبطوله من نصيب النادي الاهلي. كمان يا كابتن ايمن من الاخبار المفرحه النهارده ان في مفاجاه لكل جماهير النادي الاهلي، واحد من اساطير النادي الاهلي المجري كابتن مصطفى عبده النهارده هو اللي هيحمل كاس البطوله ويدخل بيها لملعب المباراه ملعب الملك فهد وهنا بالطائف. وتحيه لكل الجماهير المتواجده في الملعب، ان شاء الله النادي الاهلي يكون ملك، جماهير النادي الاهلي تكون مليء بيها كل مدرجات استاد الملك فهد باذن الله رب العالمين. خلاص زي ما قلت لحضرتك دقائق قليله هنتحرك واجواء اكثر من رائعه. يمكن كمان طاقم السفاره والقنصليه المصريه بجده موجود معانا هنا في فندق الاقامه، جه يطمن على فريق النادي الاهلي، وان شاء الله هيكونوا مؤازرين لنا في الملعب بقياده القنصل العام المصري بجده السفير هشام فتحي مصطفى. يكون كل الدعم بلاقيه النادي الاهلي، كمان الاشقاء السعوديين هنا دعم غير محدود واستقبال اكثر من رائع كعاده دايما للاخوه والاشقاء. باذن الله التوفيق يكون مع النادي الاهلي كابتن ايمن، وباذن الله النهارده نحتفل كلنا بالبطوله والكاس السوبر التاسع. كمية كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، وزي ما شايفين حضراتكم لعيبه النادي الاهلي في طريقها لملعب المباراه باذن الله، وزي ما تابعنا وشفنا جماهير النادي الاهلي اللي هتشوفوها النهارده بتكتب ملحمه جديده من ملاحمها اللي احنا تعودنا عليها يعني باذن الله في ملعب المباراه. باذن الله نرجع منصورين ومجبورين بعد المباراه بالكاس. وزي ما قال محمد كابتننا الكبير مصطفى عبده وكابتن مصر هو اللي هيدخل بالكاس بتاع المباراه قبل المباراه داخل ملعب المباراه. وكابتن مصطفى عبده واجهه مشرفه للعيبه منتخب مصر ولعيبه النادي الاهلي القدامى.